ده كلام مهم جدا. الاهلي بيلقى كل الترحاب والمساعده من قبل السفاره المصريه في جوهانسبرج، سياده السفير احمد الفضلي لقاء مع الزميل فاروق صلاح عن الاهلي واستضافته. اعتدنا فعلا ان احنا بقى نلتقي بالساده المشاهدين يعني على الاقل مره كل عام في اخر كام سنه كده، لانه بقى فعلا معتاد، ويعني وكانه القرعه بقى جزء من الثوابت بتاعتها انه يكون الاهلي بيلعب سان داونز. طبعا مره تانية بنقول دول فريقين كبار، فدايما يعني بنشوف الكلام ده وكانه كل عام في نهائي مبكر بيبقى ما بين الفريقين. معالي السفير، التنسيق والترتيبات اللي تمت يعني منذ يعني قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي للاتصالات اللي تمت مع حضرتك، وحضر حرص حضرتك دايما ان انت في كل مكان موجود مع بعثه فريق النادي الاهلي. احنا دايما بنحرص كسفاره طبعا على تقديم كل الدعم الممكن للفرق الرياضيه اللي بتيجي لجنوب افريقيا، الفرق الرياضيه المصريه بكل اشكالها، على راسهم طبعا النادي الاهلي هو الاكثر فريق الاكثر مجيئا او قدوما الى جنوب افريقيا. وبطبيعة الحال بنبدأ من أول لما بنعرف إنه فريق جاي تحدد إنه هو هيلعب، قمنا بالاتصالات طبعا مع إدارة النادي، الترحيب بيهم مرة تانية مجددا، الاطمئنان للاستفسار عن الاحتياجات والطلبات الخاصة بيهم والالتفات للاحتياجات دي وتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، ما ننتظرش الوصول عشان نقوم بهذا الجهد يعني. وزي ما أنتم متعودين معانا دايما يعني أعتقد أنه الجهد ده بيأتي ثماره بأنه بيكون في الوصول بيكون إجراءاته سلسة، ونأمل أن ده كمان يتمم يعني يتوج إن شاء الله بفوز للنادي الأهلي. الأوساط هنا في جنوب أفريقيا بتتكلم على اللقاء إزاي؟ أكيد خلاص يعني أمر بقى معتاد أيضا بالنسبة هنا للمتابعين وجماهير جنوب أفريقيا للقاء الأهلي، أعتقد واحدة من اللقاءات زمان خلاص بقت من ثوابت الدوري أبطال أفريقيا. شوف حضرتك الفريقين طبعا ده يمكن الماتش رقم 14 ليهم في على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا. اعتقد النادي الاهلي ان لم تخني الذاكره يمكن كسب 5 مرات وتعادل الفريقين 5 مرات وسان داونز كسب 3 مرات. فسان داونز طبعا عنده دلوقتي قدر بيظهرها من الثقه بانه هو يعني هيكسب وكده باعتبار ان المباراه على ملعبه في تقديره ده الكلام ده هوت، وبيحاول ان هو يعني يحشد الجمهور ان هو يحضر وكده. لكن في نفس الوقت احنا فاهمين ان النادي الاهلي فريق كبير جدا كسبهم اكتر ما هم كسبوه، وبالتالي ده بيخلي عندهم اهتمام اكبر بالمباراة، عارفين انها مباراة هامة وحساسة لمسار الفريقين في البطولة دهيت. معالي السفير، طبعا بالاخبار اللي طبعا متابعين الشأن هنا في المباراة ان هيتم فتح الملعب يعني ابواب الاستاد للجماهير مجانا، وايضا في حفل غنائي مخصص لجماهير سان داونز، اعتقد يعني اكد لنا هذه الامور يا معالي السفير. شوف مسألة فتح الملعب أمام الجمهور المؤيدين لسان داونز مجانا دي مش أول مرة تمت قبل كده، هو ما بتبقاش مجانا بالمعنى الدارج للكلمة، واللي بيحصل إنه النادي بيوفر تذاكر لجمهوره لأنه أعتقد إنه وفقا لقواعد بتاعة الكاف المفروض إنه هو يعني أي مواطن بيدخل الملعب بيدخل بتذكرة، فهم اعتقد بيشتروا التذاكر دي وبيوفروها للجمهور بتاعهم، وده يعني امر هم اعتادوا عليه من فتره، بس يمكن المره دي اول مره تتم بعد جائحه كورونا. مساله بقى الاحتفال وكده اعتقد ده امر يعني سابق لاوانه، يمكن يحبوا هم يجوا يحتفلوا معانا بفوزنا بعد كده عليهم اذا ربنا وفق ان شاء الله الفريق، فاعتقد ده سابق لاوانه موضوع الاحتفالات الحديث عنه في هذه المرحله. الروح الاهلاوي طلعت من معالي السفير في كلامه، وانا عارف ان حضرتك والاسره طبعا يعني مشجعي للنادي الاهلي. الروح المصري قبل الاهلي، لانه احنا في النهايه ده فريق مصري بنفخر بيه دايما لانه قيمه وقامه كبيره في القاره، وبنتمنى له دايما التوفيق. اللعيبه عليهم مسؤوليه كبيره جدا 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 في المرحله ديت، ومهم انه احنا نبقى فاهمين كلنا انه الرياضه ديت
احنا بنتعامل معاها حتى كدبلوماسيين كأداة للتقريب بين الشعوب. فالروح دي هي دي اللي احنا بنشتغل عليها، انه نترفع عن يعني اي صغائر تحدث هنا او هناك. ناديين كبار جدا سبق لهم فازوا بالبطولة، طبعا الاهلي فاز 10 مرات، فيعني عشان يلحق بيه نادي سان داونز قدامه مشوار يعني في دهوت. ونسعد دايما بانه يكون عندنا برضو فرق افريقية قوية، ليه لا يعني. لو هتوجه رساله للاعبي النادي الاهلي، وانا شايف ان حضرتك كان لامس التركيز اللي شايفينه في وجوه لاعبي النادي الاهلي، تقول لهم ايه يا معالي السفير؟ اقول لهم احنا عارفين ان انتوا يعني مضغوطين في المباريات بصفه عامه، ما بين مباريات في الدوري ومباريات خارجيه، وعارفين ان انتوا عليكم يعني بتبذلوا مجهود كبير، عارفين انه عليكم برضو مهم انكم تعرفوا ان انتوا عليكم مسؤوليه كبيره ترفعوا علم مصر في هذه البطوله الى جانب النوادي الاخرى اللي بتلعب. احنا عارفين دي النوادي المصريه الاخرى اللي بتلعب، عارفين ان احنا دي برضو لسه يعني ادوار تمهيديه، لكن مسؤوليه كبيره على النادي الاهلي بحكم تاريخه ان هو يحافظ على هذا التاريخ ويستمر ان هو يرفع يعني علم مصر عالي ان شاء الله. شكرا يا معالي السفير، ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا، ويعني موفقين ان شاء الله.